بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ مع بعض دلوقتي في شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم على المونتو كارلو سيميليشن. المونتو كارلو ده تكنيك والجوريزم في المودلنج اند سيميليشن، ليه اكتر من استخدام. اول استخدام هنتكلم عليه هو استخدام الانتجريشن، ازاي نحسب انتجريشن باستخدام المونتو كارلو سيميليشن. المثال ده هنلاقيه مع بعض في صفحة 72. Find the value of integral i equal integration من 1 ل 5 x تربيع dx using the Monte Carlo simulation. Use the n equal 10. Use the following random number ومديني 10 random number. طيب واحنا قبل ما نبدأ نشتغل كده معنى ان هو ايه اللي use the following random number، يعني لازم يبقى في distribution. في الكيوينج سيستم كنا بنقول هما تلات انواع للديستريبيوشن، بتبدأ المسألة بتحدد او بتفرض عليك انت هتستعمل انهي ديستريبيوشن. دلوقتي هنا في المونتو كارلو عشان احسب انتجريشن، انتجريشن يعني انترفال، انا بكامل من فترة 1 لـ 5، معنى ان انا عندي انترفال ان انا هستخدم اليونيفورم ديستريبيوشن. يبقى كده ثابت في المونتو كارلو سيميليشن لحساب الانتجريشن انا بتعامل مع الراندم نمبر والديستريبيوشن بتاعه ثابت، هو اليونيفورم ديستريبيوشن. كان قانون اليونيفورم a plus b minus a مضروبة في اليو. طيب نبدأ نطلع الجيفن بتاعت المسألة. أهم حاجة لو أنا هشتغل على يونيفورم ديستريبيوشن فلازم أبقى عارف بداية الفترة ونهاية الفترة. ال a بتساوي 1، أنا بكامل من 1 لـ 5، يبقى بداية الفترة 1 نهاية الفترة 5. ال g of x الفانكشن اللي أنا بعمل لها انتجريشن شكلها ايه، هي x سكوير. وهعمل السيميليشن بتاعتي على كام اتريشن، على 10 اتريشن. طيب بعد ما خدت الراندم نمبر طبقت عليه الديستريبيوشن بتاع اليونيفورم، هطلع منه ايه او هحول من راندم نمبر لايه؟ وانا بحسب قيمة انتجريشن فانا محتاج اعرف قيمة الاكس اللي انا هعوض بيها واحسب لها انتجريشن. فيبقى الراندم نمبر لما يطبق عليه اليونيفورم ديستريبيوشن هيطلع لي الاكس اي، قيمة الاكس بتاعتي. طيب لما جينا كده طبقنا قانون اليونيفورم ديستريبيوشن هنلاقي ان الاكس اي بتساوي 1 + 4 يو اي، اليو دي الراندم نمبر. فلو انا عايز احسب الاكس الايكوفالنت للراندم نمبر الاولاني هقول 1 + 4 مضروبه في 0.155. طب عايز احسب الراندم نمبر او عايز احسب الاكس للراندم نمبر التاني، يبقى 1 + 4 مضروبه في 0.494، وهكذا لغايه لما اخلص ال10 اتريشن بتوعي. طيب انا كده طلعت الجيفن بتاعه المساله بتاعتي. نبص بقى على خطوات الحل. المونتو كارلو سيميليشن بتاعه الانتجريشن بتتحل على خطوتين، اول خطوه التيبل، تاني خطوه اعوض في قانون الانتجريشن. طيب اول خطوه التيبل ديت، التيبل مكون من 4 عواميد. اول عمود فيه عدد الاتريشن الارقام من 1 لـ 10، تاني حاجة الراندم نمبر بتاعتك، العشرة راندم نمبر اللي موجودين عندك. بعد كده تبدأ تحدد قيمة الاكس اي. بعد كده أبدأ اعوض في الفانكشن بتاعتي. طيب نبص كده الاتريشن الاولاني، ادي الراندم نمبر الاولاني طبقت عليه القانون بتاع الاكس اي، طلعت قيمة الاكس. الجي اوف اكس بتاعتك كانت اكس سكوير، انت بتعمل انتجريشن لاكس سكوير، يعني هتاخد الاكس اللي انت طلعتها وتجيب السكوير بتاعها، يبقى 1.62 all square. بعد كده نفس الكلام هاخد الراندم نمبر التاني اطبق عليه القانون بتاع اليونيفورم، اطلع منه الاكس اي التانية، اخد الاكس اي ديت واجيب التربيع بتاعها اربعها، وهكذا مع اتريشن 3 و4 و5 لغاية الاتريشن رقم 10. بعد كده حاجة مهمة جدا، ابدأ احسب سميشن الاكس اي بتاعتي. قانون بقى الانتجريشن عشان احسب قيمة الانتجريشن، القانون ده ثابت في كل المسائل، i بتساوي b minus a مضروبة في summation g of x على ال n، ال b هي نهاية الفترة، ال a هي بداية الفترة، summation ال g of x احنا حاسبينه من التيبل بتاعنا، ال n هو عدد الاتريشن بتاعتي. يبقى انا كده طلعت قيمة التكامل بتاع x تربيع من 1 لـ 5 dx. طيب نبص كده في مسألة كمان. Find the value of integral integration من 0 لباي على 2 cosine x dx using the Monte Carlo simulation. Use the n equal 5. Use the following random number. ومديني 5 random number. ايه الاختلاف هنا او ايه اللي هيختلف مسألة من مسألة للتانية؟ شكل الفانكشن اللي حضرتك بتعمل لها integration. احنا في المسألة الاولانية كنا بنintegrate x square polynomial العادية، دلوقتي انا بintegrate cosine x. طيب هبدأ أطلع الـ A والـ B بداية الفترة ونهاية الفترة من 0 لباي على 2، يعني الـ A بـ 0 الـ B بـ باي على 2. الـ G of X بتاعتك هي كوزين X
وهعمل الكلام ده 5 مرات. طيب باستخدام اليونيفورم ديستريبيوشن هوصل ان الاكس بتساوي باي على 2 في اليو. نبدا نبص على الجدول بتاعنا، نفس الاربع خانات الان واليو، وبعد كده الاكس. الاكس بتاعتك قلنا باي على 2 في يو، باي ب 180 يعني الاكس بتساوي 90 في اليو. فهاخد الرقم ده وابدا اضرب ال 0.35 مضروبه في 90، وبعد كده ابدا احسب الكوزاين بتاعت الرقم اللي طلع. ال 0.71 مضروبه في 90، واخد الرقم ده احسب له الكوزاين بتاعته. ال 0.28 مضروبه في 90، طلعت الاكس اي، ابدا احسب منها الكوزاين بتاعتها وهكذا. وبعد كده ابدا احسب سميشن الجي اوف اكس عشان اعوض في القانون بتاع الانتجريشن. الاي بتساوي بي ماينس اي مضروبه في سميشن جي اوف اكس على ان. البي هي باي على 2، الاي بزيرو، وبعد كده سميشن الجي اوف اكس عندي والان 5. البي هي باي على 2، الباي 22 على 7، فعشان كده لما ضربت لما قسمت 22 على 7 على ال 2 بقت 22 على 7 في 2 مضروبه في سميشن الجي اوف اكس على عدد الايتريشن بتاعتي. طيب نبص على مساله كمان. find the value of، وبص على شكل الانتجريشن بتاعي شكله ايه. بولينوميال عاديه جدا زي المساله الاولانيه خالص، هي الانتجريشن بتاع الاكس تربيع. هعملها كام مره؟ هعملها 10 مرات. تمام، بعد ما عملتها 10 مرات ادي ال10 راندوم نمبر بتوعي. يبقى هبص الانترفل بتاعتي بدايتها 2 ونهايتها 6، يبقى لما اجي احسب الاكس اي هيبقى 2 زائد 4 مضروبه في اليو اي. ابدا ابص على التيبل بتاعي. شكل الجدول بتاعنا هو هو ثابت زي ما احنا متفقين. اول كولم عدد الايتريشن، تاني كولم الراندوم نمبر بتاعتي، تالت كولم هبدا احسب الاكس اي. نخلي بالنا بقى واحنا بنعوض هنا في رابع كولم. احنا قلنا هناخد الاكس نبدا نعوض بيها في شكل الجي اوف اكس بتاعتي. يعني وانا بحسب الجي اوف اكس ديت هقول 1.62 all square plus 4 مضروبه في 1.62، هاخد ال 1.62 اعوض بيها في الفانكشن دي. بعد كده هاخد ال 2.976 اعوض بيها في الفانكشن دي، اشيل كل اكس واحط مكانها الرقم ده. وبعد كده الايتريشن الثالثه نفس الكلام، والايتريشن الرابعه نفس الكلام عشان اطلع الجي اوف اكس. وبعدين هرجع اخد سميشن الجي اوف اكس بتاعتي عادي جدا، وبعد كده ابدا اعوض في قانون الانتجريشن بي ماينس اي مضروبه في سميشن الانتجريشن على عدد الايتريشنز اللي انا عملتها. وهكذا هنلاقي كل المسائل بتتحل بنفس الشكل. هنا الفانكشن بتاعتنا شكلها ايه؟ الفانكشن بتاعتي شكلها 1 على اكس. يعني لما اجي احسب الاكس اي بتاعتي من الجدول هاخد الرقم ده واقول 1 على 2.2 هيديني الرقم ده، 1 على 2.185 هيديني الرقم ده. انا بطبق الفانكشن بتاعتي او باخد الرقم بتاعي على الفانكشن. بعد كده هحسب السميشن ومنها ابدا اعوض في قانون الانتجريشن. يبقى احنا كده عرفنا ان في المونت كارلو سيميليشن اول حاجه بتطلع الجيفن بتاعتك، بدايه الفتره ونهايه الفتره بتاعتك، بعد كده تبدا تحدد الجي اوف اكس بتاعتك شكلها ايه وهتعمل الايتريشن كام مره. بعدين ابدا اعوض في القانون بتاع اليونيفورم ديستريبيوشن واطلع الطريقه اللي انا هجيب بيها قيمه الاكس اي. بعد كده ابدا اعوض في الجدول بتاعي، احسب الاكس اي بتاعتي ومنها اعوض في الجي اوف اكس، اجيب سميشن الجي اوف اكس، اعوض في القانون بتاع الانتجريشن. طيب نرجع كده سريعا بس للمساله بتاعه الكوزاين. خلي بالك وانت بتعمل السميشن هنا في الكوزاين لازم تخلي بالك انك بتجمع الرقم بشرطه. يعني هنا انا عندي نيجاتيف، فخلي بالي وانا بجمع انه هيبقى فيه ماينس، مش دايما كله هيبقى بلس، فخلي بالك من اشاره الرقم اللي انت بتجمعه.